في يونت 64 عندي أفعال وقاعد يناقش لي شنو الفرق بين هذا الفعل لما يجيني هيجي وهذا الفعل لما يجيني كذا. يعني شلون؟ يعني أنا عندي الفعل هذا remember، جاني وراء تو وفعل مجرد، وهنا remember وجاني وراء فعل b-i-n-g، مرة تو وفعل مجرد بعد remember ومرة فعل b-i-n-g. شنو الفرق بالمعنى بين التو والفعل المجرد وما بين الفعل يحتوي على ing؟ حتى من ننسى، حتى يعني تكون ويانا الفكرة هاي دائما. من راح أقول remember مجرد وأقول remember ing، يعني معناها remember مجرد، يعني معناها remember وراها تو وراها فعل مجرد، يعني هيك راح نسميه بعمود بننساها حتى يخلص اليونت. احنا هيك نحكي remember مجرد و remember ing، هيك نسميه. remember راح يجي وراها فعل بي اي ان جي، وهنا remember راح يجي وراها تو ثم فعل مجرد. نريد نعرف ايش وقت احنا نختار هذا او هذا، شنو الفرق بالمعنى؟ شوف شو يقول. يقول هنا we use remember or forget to do for necessary actions. The remembering is before the action. يقول هنا احنا نستخدم الريمبر والفورجيت ويا المجرد، ريمبر والفورجيت وراها انتو فعل مجرد، عندما يكون الكلام عن حدث ضروري ولسه الحدث ما صاير، لسه الحدث ما صاير. The remembering is before the action، قبل الحدث. يقول شوف المثال، يقول I must remember to post this letter، أنا لازم أتذكر أنه أنشر هاي الرسالة. يعني هو بعده ما ناشر هاي الرسالة ويريد يذكر نفسه. يعني هنا remember to جاءت بمعنى يستذكر، يذكر، يعني يذكر نفسه أو يذكر الآخرين. هيج I forgot، يقول هنا the clothes are still dirty، ملابس بعدها متسخة، لأنني نسيت to switch on the machine، بعد الحدث ما صاير. ها انا لازم اتذكر انه انشر هاي الرساله، انا لازم اني اشغل الغساله، اذا الحدث بعده ما صاير وهو دا يذكر ينبه علي. طيب اذا هنا تنبيه. طيب طبعا هاي الجمله تنحفظ. اما هنا الحدث صاير ومنتهي وخلصان، وش قايل لك؟ we use remember for memories of the past. The action is before the remembering. يعني الحدث صار وانتهى، وبعدين بعد ما انتهى أنا قمت أتذكر. يقول I can remember posting this letter. أنا أتذكر من نشرت هاي الرسالة. إذا الحدث تم وراح انتهى. هنا ما صار. هنا يقول I will never forget flying over the ground. It was wonderful. يقول أنا ما راح أنسى forget flying، أنا لن أنسى الطيران فوق الجراند جنيان، ظهر هاي المكان. يعني ليش؟ لأنه كان رائع. شوف was wonderful، يعني هو الحدث راح وخلص. I will never، ما راح أنسى. شنو يعني ما راح أنسى؟ يعني أنا سويت هذا الشيء وكان كلش حلو، صراحة ما أقدر أنسى إيش قد هو حلو، يعني خلص انتهى راح. فهنا الحدث يكون ما صاير، هنا الحدث يكون صاير. هيك هذا هو الفرق بيناتهم. ممكن تجيني اختيار، يقول لي I can remember posting the letter، نفس الجملة تجيني. لو I remember to، فنركز على الجمل ويجينا نصا ويقول لنا اختار. نجي على regret. regret معناها الندم. We use regret to inform you that you are not talking on any new stuff at present. كلمة regret، انت بتندم على فرد نقطة. لما اني استخدم الريجريت ويا المجرد، ريجريت زائد انتو ثم فعل مجرد، هنا اني معناها I feel sorry for something are doing، يعني اني معناها ضايج على شغلة انت قاعد تسويها هسه، يعني الحدث لسه ها ما منتهي. مثال يقول we regret، نحن تندمنا لإخبارك بأننا not taking any new stuff at present، تندمنا احنا ما قلنا لك. يعني طيب احنا هسه متندمين او احنا ندمانين لانه ما خبرناك، طيب او لانه ما قلنا لك. شوف شو يقول هنا ان الريجريت الثانيه، doing something means to sorry for because of thing happened in the past،
يعني رجعت زائدا ورا في عبايين جي الحدث تم وانتهى بالماضي وانا هسه متندم عليه. I regret spending. أنا ندمت لأنه خلصت كل فلوسي. I've got none left. ما خليت كل شيء من عندي. خلاص انتهى راح هذا. بينما هنا الحدث إيش بي؟ الحدث بعد ما منتهي. لاحظ هنا قايل لك at present يعني الآن حاليا حاضر الحس صاير الحدث. بينما هذا الحدث تم وانتهى وراح. تقريبا كلهن نفس المعنى. The try لما يجينا وراها هو فعل مجرد. يقول it means that to attempt something to do your best. القيام بشيء وتفعل ما بوسعك لكي تقوم به. أما trying وراه فعل ing to do something which might solve problem. يعني to try هنا تجي بمعنى حل مشكلة لما يجين وراها ing. أما try هاي العادية اللي يجين وراها هو فعل مجرد فهذه معناها أنك تحاول بشكل عادي. يقول I will try to run this computer program. حاول أشغل هذا الكمبيوتر. هاي هنا مو مشكلة. أنا قاعد أشغل الكمبيوتر. يعني قاعد أشغله. هو ما بي أي مشكلة قاعد أشغله. بينما هنا يقول I'm trying clicking on the book. أنا قاعد أحاول أضغط على صندوق. It doesn't work. لكنه لا يعمل. إذن هنا عندي مشكلة. شوف doesn't work. لا يعمل. هنا ماكو أي مشكلة، أنا قاعد أحاول أشغل الكمبيوتر. فإذا هذه لما نجيني تو وفعل مجرد معناها محاولة عادية، وهنا معناها حل مشكلة. True تجواها ING معناها قاعد أحل مشكلة مستعصية. ودائما نلقى مشكلة هنا بهذا الموضوع. 4 عندي stop. An old man walking along road stopped. طبعا stopped to talk. Stopped وراها فعل مجرد. يقول معناها to stop so that you can do it. يعني معناها الفعل اللي stop لما يجينا وراء to فعل مجرد معناها to stop so that you can يعني معناها أرجو التوقف للقيام بشيء ما. للقيام بشيء ما. يعني معناها الرجل المسن كان يمشي في الطريق وتوقف لكي يتحدث إلينا. إذن أكو توقف على مود يصير فرد نقطة. طيب أما الستوب لما يجينا وراها فعل بينجي فراح يكون معناها توقف ونهاية الحديث. إذا هنا أكو توقف حتى وإنه بيصير شغلة. هنا ماكو توقف وانتهى الكلام. يقول هنا هنالك كثير من الضوضاء. Can you all stop talking؟ بهم مجال تسكتون؟ إذا الحديث انتهى. stop هاي شبيها stop هذا شبيها تو فعل مجرد شبيها معناها نتوقف على مود نسوي شغلة. أما هنا معناها نتوقف وينتهي الحديث وينتهي كل فعل. 5 عندي mean. I think Nick meant to break. كلمة mean لما تجيني ويا تو فعل المجرد معناها ينوي على القيام بالشغلة. شلون احنا نقول ينوي يسوي الشغلة؟ يعني عنده نية يريد يسوي هذا الشيء. نعيد مرة أخرى. mean لما يجيني وراها تو فعل مجرد تدل أو تحت يعني معناها ينوي. I think Nick meant to break this glass. أعتقد أن نيك نوى أن يكسر هذه النظارات. إذن أو هذا الزجاج. إذن ينوي. هنا عندنا ينوي. I did not look like an accident. إنه لا يبدو عليه حادث. إذن هنا أكو أنه فد معناها بالعربي شو نقول ينوي أو يريد يعني. هذا معنى مين. لما يجين وراها تو فعل مجرد. أما لما يجين وراها في ING فهنا راح يكون المعنى التعبير عن فكرة لنتيجة أو خلينا نقول للتوضيح. يعني حتى أنا أوضح أو حتى أنا أكون نتيجة. شون يعني هنوضح. I am applying for visa. أنا قاعد أقدم على فيزا. وهذا معناه it means filling in this form. وهذا معناه أنني أملأ هذه الاستمارة. يعني لأنه قدمت أنا على الفيزا هذا الشيء انطاني نتيجة انه انا راح املى هاي الاستمارة. اذا هنا اكو عندي نتيجة يعني بسبب هذا الشيء صار. بينما هنا ما عندي سبب ونتيجة. هنا لا انا انوي هنا معناها بس. 6 عندي go on. The teacher introduces herself and went on. كلمة went لما يجي وراها on وفعل مجرد فراح ادد على معنى to do something else. يعني معناها انا راح اسوي فرد نقطة جديدة. يعني أنا معناها يعني
سويت شغله راح اسوي فقره الشفاري نقطه جديده. يقول the teacher المدرس قدمت مدرسه قدمت نفسها went on ثم ذهبت لإلقاء لتوضيح لنا. يعني شلون احنا نقول ثم اخذت بالتوضيح لنا او ثم قامت بالتوضيح لنا، يعني فرد نقطة جديدة راح تسويها. اذا هي بعد ما وضحت نفسها وعرفت نفسها عن نفسها قامت تجي تشرح لنا على شغلة جديدة. يقول هنا لما تجيني الوينت او الجو، طبعا هي نفس الشيء جو وينت نفس الشيء، زمن ما له علاقة بهذا الموضوع، انا قاعد احكي عن معنى. فانا هنا لما عندي جو لما يجيني وراها فعل بي اي ان جي، جو اون فعل بي اي ان جي، شنو المعنى راح يدل هنا؟ معناها تدل على الاستمرارية بالقيام بشيء معين. يعني من اقول I go on talking، انا استمريت بالحديث، هنا ما عندي فرد نقطة جديدة راح اسويها، استمرارية. اذا هي هنا شنو معناها؟ هنا انا راح اقوم بشيء جديد، هنا انا راح استمر بالقيام بنفس الشيء. go on talking، go on went on talking. نجي على need. طبعا need اذا اجاني وراها to ثم فعل مجرد فراح تدل تجي بمعنى يجب ان. المين اذا اجى وراها تو فعل مجرد معناها بالعربي يجب ان. I need to clean my shoe، انا يجب ان انظف حذائي. هنا need معناها يجب. اما اذا اجت وراها فعل بي اي ان جي فراح يكون معناها باللغه العربيه انه يحتاج هذا الشيء، يعني اني محتاج هذا الشغل، يعني بمعنى بالعربي يحتاج. This means that my shoes need. إذا من أقول my shoes needs cleaning، حذائي بحاجة إلى التنظيف. إذن هنا يجب واجب وهنا بحاجة. نحفظ هذين الجمل مهمات جدا 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 جدا. أصلا راح يجني هذين الجمل راح يجي لي my shoes need low، my shoes need cleaning low، my shoes أو I need أو عفوا راح يقول I need to clean my shoes. لو I need cleaning my shoes. شنو الفرق؟ طبعا الفرق كبير. احنا راح نختار I need to clean بمعنى هنا انا يجب ان انظف حذائي. اما اذا جاب لي my shoes فراح اخلي need هنا. هذا هو كل ما موجود ب 64. ضروري جدا نحفظ هذين الجمل، ركز عليهم قدر المستطاع ونركز على الجمل ونشوف الفرق بيناتنا ونحفظهم. طبعا المادة فهم وحفظ، فهمناها وعرفنا على شنو تحكي نروح نحفظ.